يكون بنسبة العيان بتاعنا إن هو يكون في وضع جيد، لا ابتدى يبقى فيه حاجة فعالة ممكن نعملها، ممكن إنها تتحكم في الأعراض، وممكن إنها يحصل معاها ازدياد في معدلات المعيشة. وده كان مع العقاقير الأولية بالنسبة للعلاج الكيميائي. بمرور الوقت ودخول عقاقير جديدة وجديدة في خلال الثلاث عقود الماضية، أصبح هناك تقدم حقيقي في معدلات المعيشة. وابتدينا نتكلم إن إحنا ممكن نكون منظومة كاملة للعلاج، تشمل طبيب الأورام والجراح والمناظير والفحص الباثولوجي وما شابه. وبالوقت لقينا انه لما نبتدي العلاج الكيميائي قبل الجراحه يعقوبها الاجراء الجذري للجراحه ثم علاج كيميائي اخر تجميلي، اصبح هناك ازدياد في معدلات المعيشه. ولو المريض كان في مرحله متاخره شويه ونجح في اجراء الجراحه اولا، اضافه العلاج مرة أخرى تؤدي إلى كيمياء أصبح هناك تحسن في معدلات المعيشة.